25 نوفمبر 2021 الأقصر كانت الحدث، الأقصر كانت المشهد الذي يشاع بنور الجمال والحضارة لكل بلدان العالم تماً. المعابد، الأعمدة، النيل، الكباش، البحيرة المقدسة، النقوش، قدس الأقداس، كلها كانت بتبعت الأنوار والجمال والحضارة والبهاء. في ذلك اليوم كان إعادة تصدير صورة رائعة للأقصر، زي ما بيقولوا ريبراندنج، عمل منتج رائع جدا لف العالم كله. تزينت الأقصر بإعادة إحياء عيد أوبت وإعادة افتتاح طريق الكباش التاريخي الرهيب. الأهم إن هي تزينت بأبناء مصر، تزينت بولادها، ولادها اللي بنوا المعابد قديما والآن بيحتفلوا ويعيدوا تصدير صورة رائعة متقنة من الأقصر. كبار وصغار اتفرجنا على الحدث وتفاعلنا معاه، وكان عندنا حالة كده من الزهو والفخر، حالة بتؤكد انه القاعدة التاريخية اللي منطلقين منها الى العالم قاعدة عظيمة ورائعة.